التحية متجددة مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأعزاء بحضراتكم من جديد في تواصل هذه الانطلاقات. يسير منذ قليل الآن شوطنا أيضا السادس في تعداد أشواطي هذا اليوم الخاص بمنافسة الجعدان. نبدأ بالبداية ونتابع المقدمة والمركز الأول. هنا ناصي سلطان بن عبد الله بن قحيط بن ضاحي العميمي على مقدمة الشوط وعلى البداية، بينما القدوم على المركز الثاني يشوف الوصول من قبل مريعة حارب بن محمد بن حمد الكتبي، بينما شعار الصعب يتقدم على ظهر نجد محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الاكتبي يتقدم مع المركز الثالث، بينما الان التسلل اللي بدا على المركز الرابع من ناصي راشد بن نايل بن راشد بن سيف الشامسي، بينما في المركز الخامس يتقدم وياتي الواعي حمدان بن حميد بن سلطان بن قحيد يتقدم بالكديده يتقدم في هذه اللحظات العوده الى مقدمه الشوط بعد ما اكملنا الخمس المراكز الاولى. نعود الى الصداره والى البدايه الاولى. ناصي الفوز، ناصي الانتصار، سلاله ناصي السلاله الهملوليه على مقدمه الشوط وعلى المركز الاول. سلطان بن عبد الله بن قحيط بن ضاحي العميمي على البدايه الاولى، بينما نشوف الان يتقدم على المركز الثاني وياتي الواعي حمدان بن حميد بن سلطان بالكديده في المركز الثاني، بينما الان النادر يتقدم احمد بن سيف بن سهيل بن حارب الدرعي يتقدم مع المركز الثالث، بينما في المركز الرابع نشوف الان يتقدم على المركز الرابع الكايد عبد الله بن محمد بن عمر بن ربيعان يتقدم في المركز الرابع، بينما في المركز الخامس اشوف هنا الاسد سالم بن سعيد بن جاسم المسافري، والكل بدا يتحرك، الكل بدا ينطلق. الله 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 الله، حرك يا محرك، خلاص بدينا نشرف مشاهدينا الكرام، بدينا نشرف الى الكيلو المتر الاخير. الله 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 الله، بنحارب مع النادر احمد بن سيف بن سهيل بن حارب الدرعي على البدايه. اهالي المصانع الجنوب، اهالي القوعه يسيطرون على البدايه الاولى، يسيطرون على المركز الاول، بينما ياتي ناصي سلطان بن عبد الله بن قحيط بن ضاحي العميمي، بينما ياتي مع المركز الثاني. في المركز الثاني يغير من المركز الثالث الى المركز الثاني ياتينا ويتقدم ايضا الغيادي بشعر ناصر بن عبد الله بن حميد السنيدي، يتابع علي بن محمد الوهيبي في عمليه التضمير. المركز الرابع هنا ياتي الكايد عبد الله بن محمد بن عمر بن ربيعان ضيفنا من المملكه. الله 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 الله، روح يا مروح، حرك يا محرك، خلاص اللحظات الاخيره، بنحارب على الصداره، بنحارب على المركز الاول، ولكن هنا الغيادي يبحث عن القياده، يبحث عن الفوز السنيدي من خلال تواجد القيادي ناصر بن عبد الله السنيدي. الله، والكايد عبد الله بن محمد بن عمر بن ربيعان المنافسه الاخيره، وينضم الينا سراب حمد بن ناصر بن هدو بالعمري، واللحظات الاخيره، اللحظات النهائيه. الله، اسراب على المركز الثاني، ولكن الصداره الغيادي، سلام الى السلطنه، سلام وتحيه لاهالي جعلان على هذا الفوز والانتصار. تهانينا والناموس الى ناصر بن عبد الله بن حميد السريدي على هذا الفوز والانتصار، بينما وصل في المركز الثاني مشاهدينا الاعزاء اسراب بشعرنا حمد بن ناصر بن هدوب العمري، بينما في المركز الثالث كان الوصول مشاهدينا الاعزاء ومتابعينا الكرام. عطنا اللي احتل المركز الثالث سريعا، اللي احتل المركز الثالث الكايد عبد الله
بن محمد بن عمر بن ربيعان. هكذا مشاهدينا الاعزاء ومتابعينا الكرام، تهانينا والناموس الى مالك القيادي ناصر بن عبد الله بن حميد السنيدي على هذا الفوز، وشكرا ايضا علي بن محمد الوهيبي الذي رافق في عمليه التضمير ليهدي هذا الفوز والانتصار الى اهالي ميدان بديه هناك بالسلطنه والى اهالي جعلان مع ناصر بن عبد الله بن حميد السنيدي. تهانينا والناموس للجميع.